بمناسبة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدأ زيارة للهند في محاولة شرسة. وتأتي ثاني زيارة لكاميرون للهند بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تأكيد على تنافس أوروبا التي تعاني من الديون للاستفادة من ديونها في أسرع اقتصاديات نمو في العالم. ويصطحب كاميرون معه أكبر مرافق رئيس وزراء بريطاني خلال زيارة للخارج ويضم 4 وزراء و 9 نواب وممثلين لأكبر شركة وهيئة ثقافية وتعليمية. هذه الزيارة وأهمية هذه الزيارة ستكون محور الحوار التالي مع الدكتور نبيل حاوي مسؤول الشؤون العربية والدولية بصحيفة الغمس. دكتور نبيل حاوي صباح الخير. صباح الخير دكتور. بداية، ما هي أهمية زيارة رئيس الوزراء البريطاني؟